بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني إخواتي أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية خاصة دروس الإملاء. Aujourd'hui nous allons voir une autre leçon de l'orthographe. سنرى و و الفرق بينهما ثم لا و لا متى تكتب كل واحد منهما. إذن إخواني إخواتي قبل أن أبدأ في هذا الدرس لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي والضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو وزر بارتاجي مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. إذن في البداية سنبدأ ببعض الجمل. الجملة الأولى Où se trouve ta maison? Où se trouve ta maison? إذن لدينا Où يعني أين يوجد منزلك؟ أين يوجد منزلك؟ إذن فإننا عندما نتساءل عن المكان فإننا نستعمل أو التي فوقها أن أكسون. إذن Tu veux boire du thé ou du café? Tu veux boire du thé ou du café? إذن هنا إخواني و هنا تفيد الاختيار بين الشاي والقهوة. إذن تريد شرب الشاي أو القهوة؟ إذن و بدون أكسون فهي تفيد الاختيار بين شيئين. بالنسبة لو هنا فإنها نستعملها للسؤال عن مكان فهي تعود المكان. و ستغوف تافيزون أين يوجد منزلك؟ إذن ننتقل إلى الظاهرة الثانية لا و لا. La fille joue à la corde. La fille joue à la corde. إذن لا هنا فهي تلعب دور أدوات التعريف. La corde دائما تأتي قبل اسم La corde ويكون مؤنث. البنت تلعب بالحبل. هنا أدوات التعريف ال. بالنسبة للجملة الثانية Asseyez-vous là. Asseyez-vous là. إذن هذه لا هي أداة تشير إلى المكان إلى مكان. اجلسوا هناك يمكن أن نعوضها ب ici. Asseyez-vous ici هنا. Asseyez-vous là هي اجلسوا هناك أو اجلس هناك. بالنسبة لفو يمكن أن نقولها لا لي شخص إذا كان لوحدي أو لعدة أشخاص فهي تفيد الاحترام. Il ouvre la porte إذن يفتح الباب la porte إذن et la ferme. إذن لدينا لا الأولى فهي أداة التعريف la porte et la ferme فهي تلعب دور الضمير. هذا الضمير فقد عوض la porte. إذن il ouvre la porte عوض أن نكرر ونقول et ferme la porte نقول et la ferme. إذن فهو يلعب دور الضمير مثلا يفتح الباب ويغلقه. عوض التكرار أن نقول يفتح الباب ويغلق الباب نعوض الباب به. إذن لا كذلك يمكن أن تعوض ماذا؟ أن تعوض اسما. إذن فهي تلعب دور الضمير. إذن من هنا ننطلق إلى القاعدة قاعدة جوغتيا. إذن نبدأ ب أو. أو إتو كونجوكسيون دو كورديناسيون كي أنديك لو شوا. إذن قلنا كما قلت لكم فإن أو فهي تفيد الاختيار أختار بين شيئين. أون بو رامبلاسي باغ أو بيان. يمكن أن نقول أو 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 بيان. أعطينا سنعطي مثال فوتي فواياجي تريد السفر à Agadir ou Tanger. Tu veux faire un matériel il a Agadir ou Tanger. Veux-tu voyager par exemple à Paris ou bien à Londres. Idem. Fait لدينا هنا ou فإنها تفيد الاختيار بين شيئين. Ou بأكسن est un adverbe ou un pronom relatif. Idem. Donc il y a d'autres. Il indique que le lieu. Il indique le lieu. إذن فهي تشير إلى المكان. Exemple, où est Ahmed?
أين أحمد؟ Là, c'est un pronom personnel. Et d'un autre, on voit d'ailleurs. Féminin singulier qui se place devant ou derrière un verbe. Comme on a dit dans le jumel al-madia, il y a un peu de dhamir qui a dit l'ism et qui a dit l'al fi'l. Maintenant, on a un exemple. Il la mange. Et d'un autre, on a dit le jumel, on a dit qu'il mange une pomme. Voilà, il mange la pomme. عود أن نقول la pomme, يكون عود la pomme ب la. Il la mange. يأكلها. Il la mange. Regarde la. انظر إليها. La كذلك يمكن أن يكون أداة تعريف. Et aussi un déterminant. Et il se place devant un nom. ويكون قبل اسم مؤنث مفرد. Il se place devant un nom féminin singulier. مثال il mange la pomme. Il mange la tomate, par exemple. Il mange la banane. Il regarde la télé. Iden, daiman, fa inna la yakunu qabla ism mufrad wa muannat. Iden la avec accent, là tu vois un accent. Et le plus souvent est un adverbe de lieu. Fa wad yadatun li makan. Il peut être remplacé par ici. Je suis là, je suis ici, je m'entraîne. Garde le mot qui convient. Couverture du livre est rouge ou noir. La couverture du livre est rouge ou noir. Iden iden هنا اسم مفرد ou مؤنث. Iden الجواب الصحيح هو لا. La couverture. Iden et où? Iden la couverture du livre est rouge ou noir. Iden نقول هل غلاف الكتاب هل هو rouge ou noir. هنا تفيد الاختيار. إذا كان لدينا ما يفيد الاختيار فإننا نستعمل أو بدون أكسون. تفيد الاختيار. إذا حسنا جدا. ننتقل إلى هنا. أو ستروف لا بوست. إذا هنا أو تلعب دور أين. تشير إلى مكان وجود البريد. أو إذا نستعمل أو avec أكسون. ثم جملة أخرى. Où habites-tu? نفس الشيء نتسأل عن مكان. إذا نستعمل où. Où habites-tu? À la ville ou à la campagne? À la ville. إذا la ville هو اسم مفرد مؤنث. إذا سنستعمل la هكذا بدون accent لأن أمامها اسم مفرد مؤنث. Ou à la campagne. هنا يفيد الاختيار. هل بين المدينة à la ville ou bien à la campagne أو في البادية. إذا الاختيار يكون أو بدون accent. إذا ننتقل إلى الجملة الأخيرة. Ne reste pas là. Ne reste pas là. لا تبقى هناك. هناك. إذا سنستعمل là avec accent. هي التي تشير هي أداة تشير إلى المكان. Ne reste pas là. Rentre à la maison. Bien. Et then, ننتقل إلى تمرين آخر. Then, تمرين آخر. Choisis la bonne réponse. Et then, l'école est le lieu où l'on étudie. Et then, l'école est le lieu où l'on مكان الذي. يمكنك ذلك بالنسبة لي أو avec accent أن تشير إلى المكان الذي أن تعني الذي ندرس فيه. إذن دائما تشير إلى المكان. إذن سنضعه بلون مغاير الجواب صحيح. إذن سنضعه مثلا باللون الأزرق. إذن أو لون اتدي اي أو لون أبران. إذن نفس الشيء سنضع هنا والذي نتعلم. عفوا سأضعه كاب باللون الأزرق. إذن
جملة أخرى. À la récréation, les élèves restent en classe ou sortent dans la cour. Et donc, بالنسبة à la récréation, il y a فترة الاستراحة. Les élèves التلاميذ يبقون بالقسم أو يخرجون إلى الساحة. إذن لدينا هنا يفيد الاختيار أو، إذن نستعمل أو sans accent. إذن جملة أخرى، لا سونيت. سونيت هو اسم مفرد مؤنث، إذا نستعمل لا بدون عفوا بدون أكسون. ثم بالنسبة للجملة الموالية، إذا لم أكمل الجملة، لا سونيت غوتونتي أ سو مومون، أ سو مومون لا، يعني في هذا الزمن. À ce moment-là. Maintenant, ça ne se termine là. À ce moment-là. Ça ne se termine là avec accent. De, on voit le tableau. De là, on voit le tableau. Il y a ni min huna ou la min hunak. Nous voyons le tableau, donc c'est un maintenant. Et dans le fidou, le maquin. Donc, ikhwan et akhawati, amoul an yannal hadad dhata ajabakoum, amoul an tafamou, et ikhwan ajabakoum, la tansaw, moucharakat le vidéo, ma azdikoum, dhata la zir, partagez, ou la tansaw, que dhalik, dhata la zir, jaras, likay, yassalikoum, kuli jadid, astaudiakoum Allah, alladhi la tadi'a wadaihu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh.